كانت خصائص الموسيقية للفلامينغو. الفلامينغو مصطلح عام يطلق على نوع معين من الغناء، الرقص والعزف المنفرد على الجيتار. تعرفنا في المقال السابق على نشأته وتطوره، بالإضافة إلى أساسات الموسيقى الأندلسية، والآن سنتعرف على خصائصه الموسيقية. على الرغم من كثرة الاعتبارات العمومية المتعلقة بالخصائص الموسيقية للفلامينغو، إلا أنه لم يتم إيجاد دراسة موسيقية منطقية شاملة للذخيرة الفلامينغية. ومثل هذه المهمة تتطلب جميع المواد الموسيقية المنوطة للترانيم الفلكلورية، المقتطفات الغنائية، ومقارنتها مع مخطوطات مكتوبة عن تسجيلات ميدانية فعلية، بالإضافة إلى البيانات المسجلة تجارياً. كما نضيف إلى نطاق البحث أن مثل هذه المقارنات يمكن أن يتم التدقيق في أسلافها في التنويطات المنبثقة عن المصادر الإسبانية التاريخية. وكما في الموسيقى الأندلسية المشهورة، فإن السلالم المشتقة من الفلامينغو تظهر تقارباً في ثلاثة أنماط أساسية. أولها سلم فريغاني القرون الوسطى أو السلم اليوناني الدوري، ثانيها السلم الكبير ماجور أو الصغير مينور، وثالثها السلم ثنائي الصيغة يتناوب فيه السلم الدوري مع السلم الكبير أو الصغير. تكون الألحان في الغالب عبارة عن سلالم موسيقية مع قفزات مفاجئة عادية في الدرجتين الثالثة والرابعة، ويعتبر الإيقاع الفريغاني سمة مشتركة. ووفقاً للغناء المنفرد في الذخيرة الفلامينغية، فإن استعمال التزيينات يتنوع بين الخفيف والثقيل، التصاعدي أو التنازلي على نمط الأبوجياتورا، وهي نغمة تزيينية تؤدى قبل نغمة من اللحن وتكون خارجة عن الإيقاع. وهذه التغيرات تستخدم لإبراز بعض العلامات. مثل هذه التغيرات تكون صغيرة وتعد سمة خاصة للغناء العميق كانت خوندو الذي سبق وذكرناه في الجزء الأول. وهنا فإن المقارنات مع الممارسات الهندوستانية والعربية الشكلية تبدو صالحة. تتضمن الذخيرة الفلامينغية عدة مقاييس مزدوجة مؤلفة من مقاييس بسيطة ومعقدة وثلاثية ومزيج من النوعين، وتظهر المقاطع متعددة النظم عندما يؤدي المغني وفق مقياس مزدوج قد يكون مصحوبا بمقياس ثلاثي. يتم تقديم الإيقاعات المتبادلة الإضافية عن طريق تقنية النقر بالكعب أو لاماستر داس التصفيق باليدين أو البيتوس النقر بالأصابع. هنا الأغاني ذات الطبيعة المؤثرة المتراخية تسمى بارلاندو روباتو تغنى بدون مصاحبة الجيتار. زامبرا، جويورغا، فلامينغو، كوادارو. كانت إشبيليا مهد الزامبرا الغجرية، الأصل العربي لها سميرة أو سامرة، والتي من المحتمل أن أصلها يعود إلى الحفلات الليلية الساهرة التي كانت مشهورة في إسبانيا في عهد الإسلام، وكانت تتضمن هذه الحفلات الكثير من الموسيقى والغناء. النوع الثاني جويرغا، ومعناه الانغماس في الاحتفال والشرب، وهو يجمع بين عدم الرسمية والعفوية، حيث يتدفق الخمر بغزارة وحرية ويزداد له إلى حالة من الفجور، والذي عرف في المجتمع الإسباني بالنمط غير الرسمي. بدأ نمط الجويرغا دورا جديدا خلال فترة المقاهي الغنائية، وذلك عندما أصبحت عبارة عن مؤسسات تجارية تدور حول غناء الفلامينغو. إن الإعدادات الحميمية عالية الحماس الخاصة بجلسات الفلامينغو المغلقة قد وصلت في مرات إلى مستوى الجويرغا بمعناها المجن، إضافة إلى أن الحميمية هي التي تخلق الفلامينغو الحقيقي. شهدت فترة المقاهي الغنائية أيضا ولادة كودارا فلامينغو، والذي يتضمن مجموعة من المغنيين الراقصين وعازفي الجيتار الذين يجلسون في شبه دائرة التي هي عبارة عن منصة مرتفعة قليلا. تبعت هذه الفرقة طريقها لتصبح الأكثر شعبية بين ذوي الأصول الإسبانية، على الرغم أن الكثير من ذخيرتها التقليدية قد تغيرت. أحد التغييرات الملحوظة هو استخدام السانجات، وهذه ليست ممارسات غجرية أصيلة. إضافة إلى الأداء كمجموعة، فإن كل عضو من الفرقة يأخذ دورا فرديا، بينما يقوم باقي أعضاء المجموعة بمصاحبته. وحتى أثناء أداء المجموعة للرقص والغناء، فإن كل عضو يقوم بالأداء بشكل منفرد، وهذه شهادة على أن الفلامينغو فن غير ثابت.
تبدأ الأداءات عادة بشكل من أشكال جيلو، وهي صيحات التشجيع رفعة من حماس الجمهور مع محاولات الحصول منهم على مشاركات لفظية. يقدم عازف الجيتار بعدها مقدمة بريلود أو تينتو للغناء والرقص من أجل خلق الجو والمزاج المناسب. وفي انتظار بدء الغناء التقليدي وخصوصا من نوع خوندو أو الغناء العميق، يقوم المغني بضبط صوته ومخارج الحروف قبل البدء بالمقاطع الغنائية. ويبدو لعازف الجيتار الممتاز أنه يعرف بشكل حدسي ما سيقوم به المغني. لا يزال الصوت الأجاش أو الذي يخرج من الأنف والمسمى راجو مقدرا بشكل كبير في بعض من المجموعات، حيث أن جودة الصوت تعتبر واحدة من أهم الخصائص المميزة للفلامينكو. يلعب الجيتار دورا مزدوجا كعزف منفرد ومصاحب، لكنه يستخدم بشكل أساسي كآلة إيقاعية، ويقوم بتقديم ثلاثة أنماط من المصاحبة. راسكادو تقنية الرش حيث تنزلق الأصابع على الأوتار وهي مضمومة إلى بعضها البعض. باسو أداء مقطع لحني مليء بالحيوية. أو باليستاس الفواصل الارتجالية بين أجزاء القصيدة. عادة ما تنتهي أداءات فلامينغو كوادور بختام الاحتفالية، والتي تضم مزيجا من الأغاني والرقصات التي تخلق تسلية ممتعة وساحرة. يضاف إلى تحالف فن الفلامينغو تلك الصفوف المتنوعة من الهواة الذين يتنوعون بين مشجعي الفن وفاهميه والهواة الشاملون الذين إما يتمرنون على الفن أو يقدرونه. يسمى النص السائد لأغلب الأغاني بكابالا، وتعني المقطع الشعري الذي يتألف من 3 إلى 7 أسطر أو شطور ويتنوع من ناحية عدد المقاطع. صنف العديد من المؤلفون الأغاني إلى أغاني عميقة خوندو أو أغاني فلامينغو دون الأخذ بعين الاعتبار أن كانت خوندو هو على نحو ما نوع من أغاني الفلامينغو كانت فلامينغو. وصنف غناء الفلامينغو إلى نوعين رئيسيين وهما كانت جران والذي يضم أغاني من نمط خوندو أو كانت تشيكو الذي يضم البقية، كما قدم آخرون تصنيفا ثلاثي الجوانب قد يتفرع إلى تصنيفات عديدة أخرى فرعية.